بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فنرحب به، وهذه الرسالة الأولى في حلقتنا اليوم بعث بها المستمع من حضرموت مقيم بشرورة، رمز لاسمه بالأحرف صاد سين سين. يقول: أنا شاب أبلغ 20 من عمري، وقد تقدمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي، وبما أن لي أختا في سن الزواج فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي بطريق البدل، وقد حاولت كثيرا في إقناعه بأن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى فهو مصر على ذلك. وتحت هذا الإصرار ولرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته، فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة؟ فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مثل هذا الزواج الذي سألت عنه بأن رفض ولي المرأة أن يزوجك بها حتى تزوجه أختك، مثل هذا الزواج لا يجوز، لأنه شغار ونكاح باطل. نعم. إذا كان تزويج المرأة مشروطا بتزويج الأخرى فهذا هو نكاح الشغار، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإجماع أهل العلم وباطل، وإن كان معه مهر فالصحيح أيضا أنه لا يجوز، لأن في ذلك إضرارا للمرأتين في صالح الرجال، والإضرار بالنساء لا يجوز، لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر في مصلحتها هي لا في مصلحته هو، لأنه ولي عليها وراع لمصلحتها، لا يجوز له أن يستغل ضعفها وولايته عليها في صالحه هو ولو أضر ذلك بها. فمثل ما سألت عنه هذا لا يجوز الإقدام عليه ولا العقد فيه. والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها اشتراط أن تزوج وليها بأختك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والنساء كثير، وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج، فعليك أن تلتمس زوجة أخرى بدون أن تضر بأختك. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم الخدري من المدينة المنورة بعث بهذه الأسئلة، يقول: ما هو الحكم الشرعي في التأمين، وهو مثلا أن يدفع الشخص مبلغا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه، فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها، وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام، وهو مع ذلك ملزم بدفع هذا الرسم السنوي، فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟ هذا التأمين لا يجوز، تأمين على السيارة على الصورة التي ذكرتها. نعم. أن تدفع مبلغا من المال وتتعهد الشركة بإصلاح سيارتك لو حصل لها شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا لا يجوز، لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا التأمين، والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب الأرزاق ويعين على مثل هذه الأمور بدون أن الإنسان يلجأ إلى شركات التأمين،
وما فيها من المخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل. علاوة على ذلك، فإن أصحاب السيارات إذا أمنوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة، فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور في القيادة، وربما ترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم، لأن السائق إذا علم أن الشركة ستتحمل ما يترتب على جنايته فإنه يتساهل في الأمر، بخلاف ما إذا علم أنه هو الذي سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر. فهذه الشركات التأمينية تسبب التهور من السائقين وعدم المبالاة. نعم. السؤال الثاني يقول: ما حكم الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين بالضرب أو القتل، وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق؟ لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا كان دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين. نعم. فلا يجوز الاعتداء عليه ما دام داخلا بلاد المسلمين بأمان ونظام معروف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نعم. وأما إذا ارتكب شيئا يقتضي العقوبة فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء، ولكن من حصل منه شيء يخل بدين المسلمين أو يضر بالمسلمين فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازات هذا المعتدي. نعم. نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز أن يتولى غير المسلمين بناء المساجد وتعميرها مع ما يكون في ذلك من دخولهم داخلها وربما الجلوس فيها والتحدث داخلها؟ لا ينبغي التساهل في هذا الأمر والثقة بالكفار وتوليتهم أعمال المسلمين، خصوصا الإشراف على المساجد وبناء المساجد، بل يولى هذا المسلمين العمال المسلمين وهم كثير ولله الحمد، فينبغي التحرز من مثل هذا والابتعاد عن مثل هذا، وأن يتولى عمارة المساجد وبنايتها وإصلاحها عمال مسلمون ومقاولون مسلمون وهم كثير والحمد لله، فلا داعي إلى العدول عنهم إلى غيرهم. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت أم محمد ها من سوريا دمشق، تقول: تزوجت رجلا منذ 14 سنة ولم يكن لها علم بأن هذا الرجل قد ترك دينه وذهب وراء ملذاته ورغباته، ويوما بعد يوم ازدادت مشكلتها معه إلى حد أنها لم تعد تحتمل ذلك الوضع، فهي تريد جوابا مقنعا وشرعيا حسب شريعة الله ورسوله، فقد أنجبت من هذا الرجل 4 بنات وابنا وحياتها معه خطأ، فهو يمنعها من الحجاب الشرعي، وقد حلف يمينا بالطلاق بالثلاث إن رآها تصلي ليمزقن ملابس الصلاة، وكلما جاء رمضان يمنعها من الصيام إلى أن تضطر لترك المنزل الزوجي ولا تعود إلا بشروط، ولكنه يعود هذا الرجل كما كان وأسوأ، فتصلي بالخفية عنه من خوفها لو رآها لضربها ومزق ملابس صلاتها، ومع ذلك لا يجالس إلا الأشرار ويسهر إلى آخر الليل ويأتيها وهو سكران فاقد الوعي ومقصرا في واجباته حتى المنزلية ومصروف المنزل، ألفاظه سيئة للغاية، معاملته قاسية، وما تخشى وهي تخشى أن تترك المنزل، فهي تخشى على بناتها منه رغم أنه والدهم، إلا أنه لا يعرف الله فتتوقع منه كل شيء والعياذ بالله، فما الحكم في عيشها مع زوج بهذه الحال؟ أولا يجب عند الزواج اختيار الأزواج الصالحين. نعم. المتمسكين بدينهم الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فدل على أنه يطلب عند الزواج تحري واختيار الزوج المتمسك بدينه، وأنه لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر، وقد كثر التساهل في زماننا هذا في هذا الأمر الخطير، فصار الناس يزوجون بناتهم ومولياتهم لرجال لا يخافون الله واليوم الآخر، وصرنا يشتكين من مثل واقع هذا الزوج الذي ذكرته السائلة. نعم. من إضاعة دين الله وارتكاب المنكرات والعشرة السيئة، ووقعنا في حيرة
من أمر هؤلاء الأزواج، ولو أنهم تحروا قبل الزواج الرجل الصالح ليسر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا في الغالب ينشأ من التساهل وعدم المبالاة بالأزواج الصالحين. ورجل السوء لا يصلح أبدا، ولا ينبغي التساهل في شأنه، لأنه يسيء إلى المرأة وربما يصرفها عن دينها، وربما يؤثر على ذريتها، فهو قرين سوء لا يجوز تزويجه. وإذا كان مرتدا عن دين الإسلام بارتكابه ناقضا من الدين، هذا لا يجوز أن يزوج مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما إذا تزوجها وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله بعد ذلك، فإنه يفرق بينه وبين زوجته المسلمة، إلا إذا تاب وهي في العدة فإنها ترجع إليه. فالحاصل أنه يجب الاعتناء بهذا الأمر الخطير، وأن يهتم باختيار الأزواج للنساء ولا يتساهل فيه، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة. نعم. وأما بالنسبة لما ذكرت السائلة من حال زوجها وإعراضه عن دين الله، وأنه يجبرها على ترك الصلاة وفعل المنكرات، وأنه لا يتورع عن المحرمات، فهذا أمر خطير، لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى في عصمته، ويجب عليها أن تطلب الفراق منه، لأنه لا خير فيه ولا خير في البقاء معه، فيجب عليها أن تفارقه وأن تبتعد عنه لتسلم على دينها وتسلم على عرضها وتسلم على بقية حياتها، لئلا يضر بها أو يصرفها عن دينها. نعم. إذا حصل وفارقت فمع من يكون الأطفال؟ يكون الأطفال إذا كانوا صغارا دون التمييز يكونون مع أمهم، إلا إذا تزوجت. نعم. لأنها تسقط حضانتها. أما إذا بلغ الذكور 7 سنين فإنهم يخيرون، فإذا اختاروا من يصلح لدينهم وتربيتهم الصحيحة كانوا معه من الأب أو من الأم. والحاصل أن ولي الأمر يرجع في هذا إلى القاضي الشرعي، فينظر في مصلحة هؤلاء الأطفال ويجعلهم عند من يحسن إليهم ويحسن تربيتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن إبراهيم أحمد، سوداني معلم باليمن الشمالي مدينة باجل. يقول: عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقرانا، وهو بالذات في موسم الخريف، يأتي الضعفاء والفقراء إلى ذوي المقدرة والتجار طالبين منهم بعض الأشياء دينا، مثل النقود أو الذرة أو الفول وما أشبه ذلك إلى وقت الحصاد، فيقوم التاجر بتسليمه مثلا كيس ذرة بشرط أن يسلمه كيسين ذرة أو 3 أكياس بعد الحصاد، أو يسلمه مثلا مبلغ 10 جنيهات شرط أن يسلمه هو كيس ذرة وقت الحصاد، علما بأن قيمة كيس الذرة حاليا 100 جنيه. وخلاصة القول بأن كل دين لابد أن يكون عائده الضعفين أو 3 أضعاف، فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية؟ أحلال عملهم هذا أم حرام؟ أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة، هذا لا يجوز. نعم. لأن هذا ربا، يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه جنس بيع بجنسه مؤجلا، فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة. نعم. وأما بالنسبة لما ورد في آخر السؤال من أنه يدفع إليه نقودا على أن يدفع له ذرة بعد أجل، فهذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا لا بأس به، وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بدين السلم والسلف. وأما ما ذكر من أن مثلا الغني يضعف ويكثر الربح على الفقير، في أنه مثلا في دين السلم مثلا يدفع له نقودا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعاما كثيرا أكثر من الضعفين، هذا لا ينبغي، لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة، بل الذي ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة، تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضررا
فاحشا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد أحمد علي إسماعيل من الأردن الرصيفة بعث بثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: هل للكفر أنواع ودرجات بعضها أعظم من بعض، أم أنه درجة واحدة؟ إذا كان له درجات فمن أيها يكون سب الدين أو الرب أو الرسول والعياذ بالله من ذلك؟ نعم، الكفر والعياذ بالله درجات، بعضه أشد من بعض، منه كفر يخرج من الملة، ومنه كفر دون ذلك، كفر أصغر. وسب الدين أو سب الله أو رسوله هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما الكفر الأصغر فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن قتل النفس غير حق جريمة عظيمة وإثم كبير ومحرم عظيم، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة. نعم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لعن أصحاب المعاصي أو الظلمة؟ كأن يظلمني شخص بالقول أو الفعل فألعنه، فهل ذلك جائز أم لا؟ لا يليق بالمسلم أن يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، فينبغي له حفظ لسانه من السب والشتم، حتى ولو سابه أحد أو شاتمه أحد فينبغي له أن لا يرد عليه بمثل، لقوله تعالى: ادفع بالتي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. سؤاله الأخير يقول: يقول الله تعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ويقول تعالى في آية أخرى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما معنى هاتين الآيتين وكيف نوفق بينهما؟ وهل معنى الأولى أن هناك ذنوبا لا تقبل التوبة من فاعليها مهما حاولوا، أم أن إحداهما ناسخة للأخرى، أم كيف ذلك؟ لا تعارض بين الآيتين الكريمتين، لأن الآية الأولى محمولة على المرتد الذي لم يتب. نعم، لم يتب ومات على ردته: إن الذين كفروا ثم بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرا، يعني لم يتوبوا وإنما استمروا على كفرهم إلى أن ماتوا، فهؤلاء لن تقبل توبتهم لو تابوا عند الموت. قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحاصل أن الآية الأولى هي في من ارتد عن الدين واستمر على ردته ولم يتب إلا عند الموت عند الغرغرة، كما في الحديث إن التوبة تقبل ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، حينئذ لا تقبل منه توبة. وأما الآية الأخرى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهذه في الذي يتوب قبل حضور الموت، فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الآيتين الكريمتين. بالنسبة للذنوب، هل هناك شيء أو هناك ذنب لا تقبل التوبة من فاعله؟ الصحيح أنه ليس هناك ذنب لا تقبل التوبة من فاعله، فإن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر إذا تاب. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمشرك إذا تاب، مع أن الشرك هو أعظم الذنوب، إذا تاب منه تاب الله عليه، فليس هناك على الصحيح من قول العلماء ذنب لا تقبل منه التوبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عين ميم عين من جيزان، يقول: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة، ومتى يقرأها؟ وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون فلما سلم قال لهم معاتبا: ما لي أنازع في القرآن؟ ثم قال: إمامكم ضمين على صلاتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا صحيحا فهل المراد به قراءة الفاتحة أم ماذا؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم، فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا، ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية، ومنهم
من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. نعم. قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال، لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة السر. نعم. صلاة السرية. نعم. تحمل الأحاديث التي تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة صلاة الجهرية، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، وأحاديث وردت في هذا المعنى. وعلى كل حال فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها، أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر فإنه يستمع له، لأنه لو قرأ والإمام يقرأ لحصل التشويش، ولقرأ قراءة لا يعقلها، حصلت مشقة شديدة. وأما درجة الحديث ما لي أنازع القرآن، فقد رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم. وأما لفظة الإمام ضمين فهذه لم ترد في هذا الحديث. نعم. وإنما ورد في حديث آخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم. نعم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة صاد سين سين من حضرموت مقيم بشرورة، والأخ إبراهيم الخضري من المدينة المنورة، والأخت أم محمد من سوريا دمشق، والأخ عبد الرحمن إبراهيم أحمد سوداني معلم باليمن الشمالي مدينة باجل، والأخ محمد أحمد علي إسماعيل من الأردن الرصيفة، والأخ عين ميم عين من جيزان. أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكرا له على إجابته، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.